ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا دلوقتي في حفلة النهاردة تقريبا، يعني هتبقى حفلة كويسة يعني ربنا يسهل. هي في مكان اسمه بار هاوس، مطعم اسمه بار هاوس، و النهاردة يوم 19. كبتيش النهاردة عادي في الصيف هنا في حتتسبرج، عادي الكلام ده، شتا محترم اللي هو يعني انت بتشتي في مصر لما بنكون في شهر يناير او كده، يعني في الشتاء يعني شتت عادي، وطلعت الشمس تاني، الشمس كانت موجودة شتت وراحت الشمس رجعت تاني فعادي. فالنهاردة يوم 19 تلات، وانا من الصبح طبعا كان ورايا حاجات بس ما كنتش لقيتها يعني جميلة كفاية ان انا اصورها لكم، فانا قلت ابدأ من دلوقتي واصور شويه في الحفله كده اوريكم الدنيا شكلها ايه. يا رب تكون حفله، يعني حفله كويسه، يعني مش عايز حفله تكون ضربه خالص، بس مش هنوم يعني، مش هننام فاهمين يعني. فربنا يسهل يا جماعه، ربنا يسهل. هشوف الدنيا واحاول اصور لكم على قد ما اقدر. الحفله هنا يا جماعه، بس انا برضو هتاكد على يعني ايه، اي ويل دبل تشيك بعدين اقول لكم بالظبط. انا وصلت يا جماعه في المكان، وصلت في المكان اللي هيبقى المفروض فيه الحفله اللي هو اسمه بار هاوس، بس ما فيش حد. انا كنت واقف هنا بقالي شويه، في كذا حد جه وواقف قدام المكان ومشاكلهم، كانوا مستنيين يلاقوا ان في حد جوه فيبداوا يدخلوا، بس هي الساعه 8:30 فيمكن الحفله لسه ما بداتش، المفروض تبدا 9، فانا هروح وارجع تاني. يا جماعة للأسف الحفلة تقريبا اتلغت، فما كانش في أي حاجة تتعمل. أنا قابلت واحدة فريش مان برضو، يعني بالنسبة لها أول سنة، من سنسناتي أوهايو، هي بتدرس هنا برضو، فاتكلمنا شوية كده. و في اتنين تانيين كانوا جم، لان في كذا حد كان جاي عشان يحضر الحفلة، لكن الحفلة عشان اتلغت وكده كله بقى بيجي يبص على الباب كده يلاقي مفيش حد، نور طافي يمشي. ف ده اللي حصل. ف قعدنا نتكلم شوية انا وهم، هي وفي اتنين بنتين تانيين جم، فقعدنا نتكلم شويه ورحنا مع بعض بسابوي. هما اشترى حاجه، انا كنت اوريدي واكلت اكلت اوريدي، ف هما اشترى حاجه واتمشينا شويه، هما رجعوا للسكن بتاعهم وانا هلف كده شويه لفه وارجع البيت. انا رحت برضه عشان اتاكد الساعه، المفروض دلوقتي 9:30، فالمفروض الحفلة بدأ من نص ساعة مفروض يعني، بس هي مفيش حفلة النهاردة، مش عارف ليه أصلا. المفروض هما كانوا كاتبين كده في الجدول، يعني ده الجدول المفروض هما يمشوا عليه، فملقتش حاجة. مش مهم، أكيد طبعا قدام في حاجات أكتيفيتيز كتير، لأنك أنت زي ما قلتلكوا قبل كده في الفيديو اللي فات، وانت هنا بتبقى محتاج تتكلم وتعرف ناس، علشان انت مينفعش تعيش لوحدك، مينفعش تعيش لوحدك كده مش محتاج مساعدة، لا انت محتاج مساعدة. بس كان حد معاه عربية يساعدك، بس كان حد عارف النظام هنا وانت مش عارف قوي فيقولك. يعني في حاجات انا كل يوم تقريبا بقيت بعرف حاجات جديدة. طبعا لو ما كنتش اعرف حد او ما كنتش بتعامل مع حد، ما كنتش بنزل مستني بس المذاكرة وخلاص، ما كنتش اعرف حاجة من دول. فانت لازم تنزل ولازم تتعرف على الناس ولازم يعني تتحرك، ما تبقاش قاعد بالذات وانت عايش هنا في امريكا، لان ده الحاجة الوحيدة اللي هتنقذك. وبالذات يا جماعة صدقوني، انا عارف ان الامريكان، يعني انت ممكن تقول لي ازاي الامريكان معروف عنهم ان هم مش بتوع يعني مش يعني
مش زي مصر يعني، يعني لو نقدر نقول كده. ناس كتيرة بتقول كده الأمريكان، لا الأمريكان مش زينا، زينا بمعنى أصح يعني، هم مش بتوع يعني لما يلاقيك ماشي لوحدك كده بالعربية ممكن يقولك أخدك معايا الجدعانة يعني بمعنى أصح. لأ بس الصراحة يا جماعة في حاجة تانية أنا شفتها هنا مختلفة خالص، الناس هنا بيحترموا البني آدم. يعني ايه بمعنى احترموا؟ يعني احنا هناك في مصر لو واحد ركب عربية ممكن يدوس بنزين ويطير بعربيته، لكن هنا بيحترم انك محتاج مثلا عايز تعدي او كده راح واقف وراح مشاور لك وهو بيضحك عدي. ده اسكانش بقى ان هو يساعدك فعلا مساعدة، يعني زي ما حصل معانا ما قلت لكمش لسه، انا بعمل فيديو واحكي لكم بالظبط ايه اللي حصل معاه. اسكانش بقى هو فعلا يعمل مساعدة ليك، يساعدك في حاجة. فيا جماعة هنا الناس مختلفة، ممكن الموضوع يبقى مختلف انت لو رايح نيويورك او كده، الموضوع مختلف شوية عشان دي مدينة كبيرة والناس ما يعرفوش بعض قوي، او تقريبا ما يعرفوش حد يعني. تقريبا في نيويورك ممكن صعب بصعوبه جدا تقابل حد تعرفه، المدينه كبيره جدا. بس تاكد ان الناس هنا بتحترم البني ادم، يعني بتحترم البني ادم يعني بتقدر ان ده بني ادم محتاج مساعده او كده. ممكن يبقى خايف منك عشان شكلك غريب، وفعلا لو شكلك بالذات انت لو مصري او كده شكلك هيبقى باين انك جاي من مصر، شكلك غريب شكلك مختلف، هو مش هيبقى مطمن قوي هو بيتعامل معاك، او يعني مش معنى يتعامل معاك انه يعني يساعدك او كده، يخاف منك انك تكون حرامي وكده. لكن غير كده صدقيني يا جماعه دي حاجه انا جربتها هنا، لما تعوز مساعده فعلا اطلب مساعدة. في ممكن واحد اتنين تلاتة ما يرفضوا، الرابع او الخامس ممكن يقولك وبالعكس هيديك مساعدة اكتر من انت عايزه، لدرجة انك انت مش عارف تشكر قد ايه. فعلا يا جماعة يعني انا بقول الكلام ده بقوله لكم خبرة ايه، خبرة اسبوع يوم. النهاردة يوم 20، انا وصلت هنا هاتسبرج يوم 13، تقريبا اسبوع وبك داخلين على 21، فاسبوع يوم اسبوع كده. فدي خبرة بالنسبة لأي حد مفروض في أي بلد، دي ولا حاجة، انت لسه ما عرفش البلد كويس ولسه ما عرفتش الناس كويس، اصلا لسه ما تعرفش كمية ناس كتيرة في جامعتك ولا حتى في المكان اللي انت هتبقى ساكن فيه. بس اقدر اقول لكم ان الناس هنا بتقدر البني ادمين، فيوم ما تبقى محتاج حاجه هيساعدك. هي فرصه كويسه طبعا انك تبقى موجود هنا، بس كنت هتدرس جاي عايز نفسك تبلط، يعني بتفكر قدام كده نفسك تبلط، اللي هو طبعا تقريبا معظم المصريين اللي بيجوا هنا اصلا بيفكروا كده، طبعا عن طريق انك تحاول تلاقي حاجة تساعدك كده قانونيا، مش بعدم وجود القانون دي مشكلة، عشان دلوقتي في ترحيل وكده فانت مينفعش تقعد بطريقة غير قانونية. فدي فرصة كويسة يا جماعة بالنسبة لأي حد برضو جاي أمريكا أو خلاص خد فيزا أو بيقدم وربنا يسهله برضو ياخد فيزا، دي فرصة كويسة استخدمها بشكل كويس وحاول تعمل اللي عليك. بس كنت بتدرس بالذات يعني حاول تعمل اللي عليك، خد احسن حاجة وحاول تستغل مساعدة الناس ورغبتهم في مساعدتك وتقديرهم ليك، وفي نفس الوقت ما تعملش حاجة غير قانونية، عشان هنا انت ممكن نوعا ما في مصر تهرب عن طريق اي حاجة، يعني ممكن عن طريق معرفتك تعمل مشكلة بسيطة تهرب، لكن هنا
ابسط مشكله. يعني اقول لكم حاجه بسيطه، انا ما كنتش اعرف انك تعدي الطريق اللي فيه مرور، اشاره مرور، لو عديته وانت الاشاره مقفوله المفروض ما تعديش، ساعتها ممكن تدفع غرامه $200. غرامه $200 ليه؟ عشان عديت الطريق والطريق مش مفتوح للمر، مش مطلوب منك تتعدي دلوقتي. ف خليكوا يا جماعه واخدين بالكم ان هنا في قانون ليك وعليك، لصالحك وضدك. ف وانت ماشي وانت بتعمل اي حاجه اسال هل كده صح. ان احنا هناك في مصر، انا عارف يا جماعه اللي جاي هنا من مصر وانا منكم، بس كنت رايح اوروبا وحتى امريكا الموضوع مختلف. انت بتبقى دماغك ماشي بطريقه اللي هي الطريقه اللي بتنفع في مصر، ماشي عادي الطريق عادي كده، لكن النظام هنا مختلف. ولو مشيت باللي انت في دماغك هتتعب، والناس تبدا تبص لك بشكل غريب اللي بتعمل كده، اللي بتعدي الطريق. انا كنت بعدي الناس بداوا يستغربوا، انا خدت بالي. وحتى واحد عرفته النهارده باكستاني قال لي لا ما تعملش كده، علشان في قانون ان لو في ضابط شافك بتعدي كده هتدفعك غرامه $200. $200 اللي هو تقريبا حوالي 3000 وحاجه، 3200 ولا حاجه زي كده، ف رقم مظبوط 3300 بالظبط قوي يعني. فانت لو عملت الغير قانوني هتتظبط، فليه تتظبط وانت ممكن تمشي قانوني، الناس تحترمك. وفي نفس الوقت ابص، انا لسه اهو لسه دلوقتي العربيه اللي معديه ديت، انا كنت بعدي عشان ده ما في الشارع ما فيهوش ترافيك، وقف من عند المكان اللي فات، وقف من عند اشارته، هو ما فيش اشاره بس وقف من عند منطقه اللي المفروض يكون فيها اشاره، ما عداش حتى واستناني، او ما عداش بسرعه وعدى وقال خلاص يعني ما هو لسه ماشي بقى على رجله، لا وقف من بدري ليك. دي حاجة طبعا يا جماعة انا اتفاجئت بيها الصراحة، ف يعني دي حاجة كويسة جدا انك تبقى بتشوفها وانك تتعامل معاها، بس في نفس الوقت لازم تحترم النظام، لازم تمشي زي ما مكتوب لك تمشي، ما تحاولش تتجدعن يعني تبقى جدع يلا بينا اعدي مش مهم، او مش حاجات مش مهمة، ممكن اهو الطريق فاضي مش عارف ايه، لا عايز تعدي وفي اشاره، في اشاره موجوده بتوضح لك تعدي ما تعديش كده، احترمها جدا علشان يصلكش مشكله، ما تلاقيش نفسك اتحطيت في موقف بايخ ما يستاهلش اصلا، دماغك وقفت دقيقه. فده النظام يا جماعه هنا. والصراحة يا جماعة المدينة هنا جميلة هادية جدا، كنت نفسي اوريكم اكتر، بس المشكلة ان الايام اللي فاتت كان عندي حاجات كده منعاني، انه كان الدنيا مش مترتبة، الاقامة هنا ما كانتش مترتبة خالص، في حاجات يعني هقول لكم النظام كان ماشي ازاي، بس في حاجات كتير ما كانتش مترتبة. لما الدنيا بدأت تترتب انا بدأت اصور من يوم 18 ولا 17 بدأت انزل الحاجات اللي كنت صورتها، و 18 بدأت أصور تاني، وديني اهو النهاردة يوم 20 بصور لكم تاني. فإن شاء الله هحاول أصور على قد ما أقدر وأوريكم الدنيا شكلها ايه هنا وكده. بس ده اللي كنت أقدر أصوره النهاردة. لو عجبك الفيديو طبعا متنساش تحط لايك، يعني مش هصيك صح ولا ايه؟ لو عجبك النظام ده وحضرت الفيديوهات اللي فاتت وعجبك الفيديوهات والنظام ده اعمل سبسكرايب، يعني الله اعمل سبسكرايب بس، واشوفكم في فيديو تاني. سلام.